السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. كي دايرين مع الصحه؟ ان شاء الله هذا العام الجديد يدخل علينا وعليكم بالصحه والسلامه. دونك اليوم جيت ندير معكم واحد الطاجين مغربي، ما نقلت لا من اليوتيوب لا والو، هذا داخل في راسي من داكشي بحال البطاطا والزيتون. دونك هنا عندي الحوت اللي شريت ليو نوار، كاين ليو جون كاين ليو نوار، دونك شريت هذا ما فيهش شوك ما فيه والو. دونك تنوجد القامه ديالو، هي الاولى، هي القامه اللي كنديرو في الحوت كله. دونك كنبدا، عندي جوج معالق ديال الكزبر المدنوس، يعني ربع ديال ربطه كان في الكونجيلاتور مصوبه مخليه. عندي ربع ديال الثومات، رويصات ديال الثومه بقى شويه هكا متحرقش، معليش. معلقه ديال التحميره، فلفل احمر، معلقه كامون، نص معلقه ديال البزار، كاين ما كيديرش البزار في الحوت معليش انا درتو، وكاين نص معلقه ديال الفلفل الاحمر ديال الامارات، معلقه ديال الخل الابيض، وهنايا شويه ديال الملح، ومن بعد معلقه كبيره ديال زيت الزيتون زيت العود. تنخلطهم مزيان وتنبدا ندهن به داك الحوت. انا كندير الحوت مره في 10 ايام، وانتو كمشيت للمغرب تبرعت حوت الحمد لله يا ربي. دونك هنا مره في 10 ايام ولا مره في 20 يوم ولا معليش، وراكم عارفين الحوت في فرنسا غالي بزاف بزاف بزاف، اغلى من اللحم. فوالا دونك تنكمل هذا الشيء، ومن بعد داك لي قمل هذه اللي بقات نزيد عليها كاس ماشي عامر ديال العنبه الماء، ونرمي فيها الجزر خيز ياك الزروديه، نخلطها مزيان ونفرشها في الطنجره. أم توأمها بطنجرة ندرسها غير الحوت، راه واخا تغسليها تخافي يبقى فيها ريحة الحوت. ونحط فوق منو هاكا السمك، من بعد نجيب هاديك لاصوص ندير فيها تاني البطاطا، تاني تاهي تتاخد داك اللوين، ونستفها فوق من الحوت. دونك كنسلم على ام التوأم بزاف، وعلى سوسن، على حنونه، على حنان، على شكون خرقاع اللي باقي كيدخلوا عندي. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. دونك نكمل، نجيب الفلفله الحمراء نستفها، والفلفله الخضراء حتى هي راه موجداها. اللوينات على مزويناتهم، ونسلم وصي على الاخ ماهر وعلى العبقري خالد، كاع اللي باقيين كيدخلوا يتفرجوا، على محمود ديالنا. من بعد نجيب مطيشه حتى هي نديرها في الكرمه، ونحطها حتى هي الفوق، ومن بعد نجيب السيترون الحامض، الليم، الليمون حتى هو نديرو ونحطو هاكا. من بعد نجيب الزيتون احمر، تيدير فيه الزيتون احمر الحوت، وكاينش وحيدات خضرين من معليش مفيش العدم. دونك هذيك لاصوص كلها كتدخل داخل في الزيتون، والله الا كيجي زوين تبارك الله. فوالا من بعد كتبقى ليا هذيك المريقه، تنكبها من الفوق نقيه، راني دايره اللي قالت في يديا ما كاين مشكل، وتنخليه يطيب. تنديرو غير في هكايا في 6 ولا 7 يطيب على خاطرو، نشوف لازم ينشف شويه باش ما يكونش فيه داك الميوهات. فوالا ها هو نشف، وبالصحه والراحه، وقولوا لي رايكم.
شكرا جزيلا.